الأعمال. لعل أبرز ما يميز مدينة باب الهوى الصناعية هو انطلاقها من رحم حاجة المناطق المحررة كما أسلفنا، وبالتالي فإن مصانعها تحاول تلبية احتياجات الأهالي هنا، وكذلك يعمل على جعل العمل الصناعي كحلقة ثانية تردف العمل الزراعي في سلسلة دورة الإنتاج المحلي التي يرجى اكتمالها عما قريب، بحيث يدخل المنتج الزراعي كالقمح والبقوليات والقطن الذي بدأ يزرع في المحرر وغيره كمادة أولية في صناعة الحبوب والمعلبات والزيوت والأقمشة وغيرها، فيكون المنتج محليا خالصا، وهو ما يعطيه قيمة عالية في السوق المحلية ويؤهله لإعادة اقتحام الأسواق الخارجية والتعريف عن المنتج السوري من جديد كواحد من أفضل المنتجات وأكثرها جودة وأنسبها سعراً.